السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بندر وبندرت رجعت لكم مقطع جديد، مقطع بسيط جدا زي ما انتم شايفين في العنوان، رسالة من القلب زي ما تشوفون. الحمد لله لك يا رب، الحمد لله وصلنا 5 مليون مشترك. انا متأكد ان الاغلب ينتظر حاجة كذا مميزة، بندر كل مرة ينزل مونتاج بعد مليون كذا، بندر ايش راح تسوي للخمسة مليون؟ في حاجة أكيد. والله ما في جا. أحس أني طفشت وأنا كل مليون يا جماعة أنزل لكم فيديو مونتاج فيديو مونتاج فيديو مونتاج. قلت لا، هذه المرة راح أفتح الكاميرا كذا وأتكلم بشكل عفوي مرة، حتى ما كتبت أي حاجة عندي يعني، بس فكذا فاتح الكاميرا ما أدري إيش راح أقول لكم، بس إنه أبغى أشكركم شكر جزيلا جدا. هذا لما ما تكتب يطلع معك شكر جزيلا جدا. ها شوف، راح يصير في تكليج كثير من الحين اقول لكم. المهم انه ابغى اقول لكم بس انه شكرا شكرا مره يا جماعه على دعمكم المتواصل، هذا بفضل الله ثم بفضلكم انتم ثم السندوتش الكبده، ما راح انسى انه وصلني الى هذا المكان اللي انا فيه، الحمد لله لك يا رب. يا جماعه 5 مليون مشترك رقم كبير مره، رقم يعني لو تجلسون تفكرون فيه لدرجه انه انا بنفسي والله اني ما انا قادر استوعب الرقم هذا. ما ادري كيف اوصل لكم مشاعري يعني يا جماعه، كذا في دمعه هنا انا عارف بس مو راضي انها تطلع. الى الان يا جماعه انا ما مستوعب هذا الرقم والله، وما ادري كيف، ما ادري ليش، بس اتوقع انه في يوم من الايام راح تجي لحظه معينه كذا في الحياه اللي تضرب لك في المخ، بندر انت مشهور. والله يا جماعة ما أدري إيش أقول، بس إنه لما وصلنا هذا الرقم جلست كذا أفكر في البدايات وكيف إنه الحمد لله يعني الآن إحنا هنا. ذكريات البدايات الصعبة، تدرون أنا اليوتيوب تقريبا من 2011 يعني فاهمين، وده إحنا 2019، شو كم المدة. وبعدين ترون البداية هي أصعب حاجة، عارف ليش؟ لانه انت جالس تسوي حاجه تحبها بس في نفس الوقت اللي حواليك يعني ما يقدرون يعني هذا الشيء، فاهم كذا يقولون هذا يضيع وقته اصلا. ايام شو الايام كيف، بس يا اخي يوم هنا ويوم هنا سبحان الله. خلونا نتكي بس. اتذكر يا جماعه في ايام الثانويه تقريبا على بداياتي كذا، فاي واحد في البدايه لازم انه يتحسس يعني فاهمين من اي شيء بسيط يعني من اي حاجه بسيطه، بس في نوعيات تقهر. واحده من المواقف البسيطه اللي كانت اتذكرها يعني انه في الثانوي كان في 2 كريهين مره، واحد دب وواحد نحيف، فكان نسميهم تيمون وبومبا. يا جماعه يا سبحان الله، كذا في ناس تعيش على تنمر الاخرين كذا، هذه حياته، ما ينبسط ما يكيف الا كذا يعني. فكان انا على بداياتي ما ابغى اي واحد اصلا حوالي يعرف ان عندي قناه وكذا، وبطريقه ما ادري كيف ذول الاثنين الكريهين عرفوا. وبدات يا شباب الطقطقه كذا، عارف ان اللي يمر من عندي سلام عليك ورحمه الله وبركاته. يعني هذه عادي، بس بعدين الموضوع بدا يزيد يعني عن حده فاهمين، عارفين اللي كذا يجي ومعاه مثلا مجموعه ويجون حتى عندي كذا ويضحكون ويمشون، بس ايش ذي الحركات. زبده الموضوع انه ترى في بدايتك لازم في اشخاص يطقطقون يضايقونك، لكن هذا الشيء ما يخليك توقف يعني فاهمين. هذول اللي يضايقوني كان كثير، انا اسمع الان يعني مثلا واحد يجي يقول لي انت خوي فلان، اقول له لا ماني خوي، وكان في الثانوي وما اعرفه كثير. يقول لي لما اساله يقول لي هذا خوي كان في الثانوي، انا وكذا اصحاب مره. ايش اللي اصحاب؟ توكل على الله انت فلك وش هكذا الحين. الحين يجي واحد يقول كلينكس اعلان، واضحه ترى واضحه. المقصد من كلامي انه لو انت في حاجه تحب انك تسويها سوها، ولا تفكر في الاشخاص الثانيين. يعني ممكن انه البعض ينتقدك بس انتقاد بناء مثلا عشان يساعدك انك تطور من محتواك او اي حاجه،
هذا عادي يعني، بس الناس الباقية اللي طقطق وكذا هذا اللي معلك منهم يعني. لكن أتوقع إنه في مرحلة توصلها أنت بالعمر يعني إنه ما عاد تفكر في آراء الناس دي، يعني ما عاد تفكر إنه أوه هذا كيف راح ينظر لي ولا كيف إيش راح يقول عني كذا، ما عاد تفكر مرة. أتوقع إن الكل يوصل هذه المرحلة، بس إنه كل واحد في عمر معين أو حاجة زي كذا. دايم يا بندر، حتى وأنا أشكركم كذا وأعطيك نصائح سايكولوجيكال، كلكم أنتم تعرفون معاناتي يعني في البداية وكيف بديت من المطبخ وكذا، بس إنه أنا ما أبغى أسويها دراما مرة. أوه أي شباب أنا عانين، شغل موسيقى نار. اصلا انا كان اسوي هذا الشيء بس عشاني كان احب اني اسوي الفيديوهات وانبسط كثير، وما يهمني المكان اللي انا كان فيه. وانتم تعرفون المطبخ يعني، المطبخ كان مره معاناه يعني يا جماعه. في اشياء انا ما احب حتى اني اقولها لكم عشان ما تتقرحون وكذا، بس ما علينا. لما اتذكر البدايه بندر يا بكايه تتذكرون يا جماعة الحمامة اللي كانت تزعجني؟ أبشركم أنا دحين نقلت من المطبخ، نقلت هنا المجلس، الحمامة نقلت الكلبة هنا بالنافذة ذي، ترو مزعجة يا أخي. خلاص ما أدري كيف أشرح لكم يعني جماعة، بس إنه المطبخ يعني في حاجة كذا في الأرض، تمام؟ هذه اللي يعني لما ينظفون المطبخ وكذا يعني تحطون الأوسخ فيها، فاهمي؟ الزبدة ان هذه كان اكثر حاجة مزعجة في حياتي في المطبخ يعني. كان فيها توقع مشكلة او حاجة معينة، كان تجلس تطلع كذا ريحة لا حول ولا قوة الا بالله. هذه كان في المطبخ، ما اتذكر هذه اكثر حاجة يعني. مرة كان مزعجة، حتى مرات ما اقدر لا انام ولا اي حاجة يعني. فكان يعني كان معاناة بالنسبة لي، بس انه في نفس الوقت لا تسوي الدراما يعني. الحمد لله لك يا رب، ربي رزقنا وخلاص افتكيت من المطبخ. المطبخ ذحن حقيقي مطبخ، ذحن انا حاليا في المجلس متكي يعني. فهذه انتقاله، اول حاجه بدت من المطبخ وبعدين ذحن هذه الغرفه، وان شاء الله مستقبلا يكون لي بيتي الخاص باذن الله. يا جماعه ماي جاد شو ذا الوجه، الحشيش يا شباب. الحمد لله دائما وابدا. هذه السنتين مستحيل اني انساها في حياتي، 2018 و2019، لان صراحه يعني تغيرت اشياء كثيره في حياتي يعني، ما راح انسى. ومهما شكرتكم ما اقدر يعني الصراحه، ما اعرف اعبر، وانا قد قلت لكم كثير يعني، في شيء داخلي بس ما انا قادر اوصله لكم. هو المفروض بالتعبير توصله، بس هذه نهايه اللي ما يركز في ثانيه ابتدائي ومدري ايش، كان مو عاجبني. شكرا لكم انكم وقفتم معايا يعني، ما قصرتم والله. وانا مبسوط ان الكل يعني مبسوط بالمحتوى، ويهمني اصلا لما واحد بس يضحك يعني ولا حاجه على مقاطع كذا يعني. زي ما انتم تضحكون انا ترون اضحك يعني، وانبسط على تعليقاتكم كثير والله. المهم انه من الان انا كل اللي راح اركز عليه هذه الفترة انه كيف انتم 5 مليون كيف انكم تبقون معايا يعني. ما ابغى اي شخص يوم من الايام مثلا يطفش من المحتوى ولا اي حاجة، انا راح احاول اسوي اللي اقدر عليه، ولكن ما في مشكلة برضو ان الشخص يطمح لارقام عالية يعني. شباب اشتركوا يا شباب. ما اقدر اقول كلمة الا شكرا يعني، لانه ما انا عارف اعبر، بس والله اني مقدر مرة دعمكم، ما تقصرون والله. شكرا 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 شكرا، وان شاء الله يعني تكونون دائما مبسوطين بالفيديوهات اللي انزلها،
وبس نشوفكم إن شاء الله في المقاطع الجاية. مع السلامة.